واش خاصني ندير التضخيم اولا نفقد الدهون هو الاول؟ كاينين الناس كيبغيو غير يضخموا العضلات وناس اخرين كيبغيو يفقدوا الدهون، فهاد جوج حالات سهل عليك تعرف شنو غادي دير، ولكن الا كنتي باغي ديرهم بجوج في نفس الوقت باش خاصك تبدا؟ الجواب في الفيديو. في هذا الفيديو غادي نشوفوا باش خاصك تبدا، واش التضخيم ولا التنشيف، وغادي تكتشفوا واش تقدروا ديرهم بجوج في نفس الوقت. اولا غادي تعرفوا شنو هو التضخيم وفقدان الدهون والاثنين في نفس الوقت. التضخيم هو مرحله كسب العضلات، هادشي كيتم بتناول عدد من السعرات الحراريه اكثر من حاجياتكم اليوميه، والهدف هو تربحوا العضلات وتخليوا نسبه الدهون منخفضه قدر المستطاع. التنشيف هو عمليه تنشيف الجسم من الدهون التي تم اكتسابها في مرحله التضخيم عن طريق تناول سعرات حراريه اقل مما يحتاجه الجسم. الهدف منه هو توصلوا لاقل نسبه من دهون الجسم مع الحفاظ على الكتله العضليه قدر المستطاع. الاثنين في نفس الوقت، الهدف من هذه المرحلة هو تحرق الدهون وتبنيو العضلات في نفس الوقت عن طريق تناول سعرات حرارية أقل من الاحتياجات ديالك، ولكن مع بروتين عالي في النظام الغذائي ديالك. تمارين متنوعة كتجمع بين تمارين القوة والكارديو. شكون اللي خاصو يبدأ بالتدخين؟ الجواب سهل، الناس اللي كيكون عندهم نسبة دهون قليلة في الجسم كتراوح ما بين 10 إلى 15% لدى الرجال، 18 حتى 23% لدى النساء. ما تنساوش باللي في فترة التضخيم غادي تزيدوا نسبة من الدهون على حسب نوعية الأكل اللي كتاكلوا في هذه المرحلة. والتضخيم فيه وفيه، كاين التضخيم النقي المعروف بالكلين بيلك، وكاين التضخيم المفرط المعروف بالديرتي بيلك. خلاصة القول، كانت عندك أكثر من 15% ديال الدهون بالنسبة للرجال وأكثر من 23% بالنسبة للنساء، فخاصكم ديروا تنشيف. وهو اللي غادي نهضروا عليه دابا. شكون اللي خاصو يبدا بالتنشيف؟ اي واحد كيعاني من السمنه او نسبه دهون مفرطه. هادشي كيعني الرجال اللي فايتين 15% من نسبه دهون الجسم، ونساء اللي فايتين 23%. وملي توصلوا نسبه دهون منخفضه في الجسم يمكن لكم تبداو مرحله التضخيم وبالكم مرتاح. بزاف ديال الناس عندهم مغالطه كبيره، وهي انه كيصحب لهم بلي رياضه كمال الاجسام ممنوعه في هذه المرحله، ولكن بالعكس الرياضه غادي تمكنكم من حرق سعرات حراريه اكثر مع اكتساب القليل من العضلات. في نهاية الفيديو غادي تشوفوا كيفاش تحسبوا نسبة الدهون في الجسم ديالكم. شكون اللي خاصو يضخم وينشف في نفس الوقت؟ كاينه فئة وحدة فقط هي اللي يمكن ليها تتبع هذه الطريقة. غادي نقول لكم هذه الفئة، ولكن قبل اجي نشوفوا المشكل ديال هذه الطريقة. فقدان الدهون بوحدو كيتطلب وقت كثير باش تشوفوا النتيجة. التضخيم كذلك نفس الشيء، فإلا جمعتوهم بجوج النتيجة غادي تولي صعيبة وغادي تاخذ وقت طويل. داكشي علاش كنصحكم بعمل كل مرحلة في الوقت ديالها كيف ما شرحت لكم من قبل. بالنسبه للفئه اللي تقدر تجمع ما بين التضخيم والتنشيف، فئه الرجال المبتدئين اللي عندهم نسبه دهون ما بين 13 حتى 20%، والنساء المبتدئات اللي عندهم نسبه دهون ما بين 21 حتى 28%، واللي البرنامج ديالهم التدريبي كيجمع ما بين رفع الاثقال والكارديو. علاش هذه الفئه بالضبط؟ من خلال التجربه ديالي مع الناس اللي هدفهم فقدان الوزن، استنتجت بلي المبتدئين نتائج كيبانوا عليهم في الاسابيع الاولى من اتباع البرنامج. ملي الجسم ديالهم ما كيبقاش يستجيب بنفس السرعه، ديك الساعة خاصهم يختاروا ما بين التضخيم النقي او التنشيف. غادي ندوزو لكيفية حساب نسبة الدهون في الجسم ديالكم. غادي نبداو بالنساء. النقطة الأولى، الوزن ديالك مضروب في الرقم 0.732، الرقم اللي كنحصلوا عليه كنزيدوا ليه الرقم 8.987. النقطة الثانية، خذي العبار ديال المعصم ديالك والرقم اللي خرج ليه قسميه على 3.14. النقطة الثالثة، عبري الخصر ديالك والرقم اللي حصلتي عليه ضربيه في 0.157. بالنسبة للنقطة الرابعة، قياس الجوانب مضروب في 0.434. والنقطة الخامسة، قياس ساعد مضروب كذلك في 0.434. من بعد ما كتحصلي على قياس كل منطقة من الجسم ديالك، ركزي معايا مزيان. كندوز لمعرفة وزن الجسم ديالك من العضلات فقط، والطريقة كالآتي: كناخدو النقطة 1 زائد النقطة 2 زائد النقطة 3 زائد النقطة 4 زائد النقطة 5. كنحصلوا على واحد العدد ملي كنجمعوا هاد النقط كاملين. هاد العدد هو الوزن ديالك بالعضلات فقط. من بعد خاصك تعرفي وزن الدهون بوحدو. سهله، كتشدي الوزن ديالك الاصلي ناقص وزن العضلات اللي هو الوزن ديالك بدون دهون. اخيرا، كيفاش تعرفي نسبه الدهون جسمك؟ كتشدي وزن الدهون مضروب في 100 مقسوم على الوزن الاصلي، هكا كتكوني حصلتي على نسبه الدهون في الجسم ديالك. بالنسبه للرجال فالحساب كيكون سهل مقارنة مع النساء. النقطة الأولى، وزنك مضروب في 1.082 زائد 94.42. وبالنسبة للنقطة الثانية، قياس الخصر مضروب في الرقم 4.15. الوزن ديالك بدون دهون كيساوي مجموع النقطة الأولى ناقص مجموع النقطة الثانية. وكيفاش تعرف وزنك من الدهون؟
تاخذ الوزن ديالك الاصلي ناقص وزن العضلات واللي هو الوزن ديالك بدون دهون. اخيرا باش تعرف نسبه الدهون الجسم ديالك يكفي تاخذ وزنك من الدهون مضروب في 100 مقسوم على الوزن الاجمالي، هكا كتكون عرفتي نسبه الدهون في الجسم ديالك.